نختم إن شاء الله الآية القرآنية بتاعت سورة العلق. ربنا يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هنكتب الآية القرآنية اقرأ وربك الأكرم، تمام؟ هنكتبها طبعا بخط الثلث. اللي بيكتب دلوقتي يا جماعة يصبر شوية وبعدين
التي تدفع الله. بصوا يا جماعه كده سريعا، احنا الراس بتاعت القاف هي زي راس ايه؟ الواو. تمام، باخدها من تحت كده، بعد كده بمشي عدل، وبعد كده بلف تاني، يعني في تقوس هنا وتقوس عكسه، وبطلع اعمل شبيه الجزء ده كده. خلاص، يعني باخدها كده بلف ايدي وانزل، النزول بتاعي بيكون على البدايه اللي انا بدات بيها بالشكل ده. تمام، والفراغ الداخلي قلنا احنا شبيه فتحة العين، او الفراغ شبيه بزر الليمون. وربك هنا عملنا الراء المرسلة. تمام، الراء المرسلة طولها كم نقطة هنا؟ ست نقاط. ست نقاط. الاحظ برضو هنا الالفات يا جماعة كلها ماشية في توازي واحد، يعني ما لقيش الف مائلة درجة ميل والف مائلة عكس مني، لا كلها ماشيه الاتجاهات واحده. هنا عملنا الكاف ايه؟ الكاف الزنادي. تمام، او الثعباني. ببدا بعمل زي نقطه كده والف ايدي وانزل، الجزء ده مقداره اربع نقاط، الف ايدي من تحت هنا اروح ماشي، وهنا في صعود، هنا في صعود حاجه بسيطه، عملت خط الاقي هنا في صعود على البدايه، وانزل كده ثاني مقدار نقطه وارجع ثاني واكمل. هنا في فراغ نقطة، هنا بيكون نقطة ونص تقريبا، بيوسع ايه؟ نص نقطة يعني عن البداية. والجزء ده بيكون أربع نقاط، يعني هنا بتكون الجزء ده أربع نقاط. خلاص؟ طب ممكن أعمل هنا شكل لام ألف مختلفة والكاف العادية الثانية اللي هي الكاف الألفين. يعني ممكن أعمل اللام ألف اللي هي دي بالشكل ده كده. تمام؟ وهحط الألف هنا. خلاص، واعمل ايه الكاف اللي هي دي بالشكل ده كده. تمام، واكمل بعد كده ممكن اعمل الراء واكمل حرف الميم. يعني ممكن اعمل الشكل ده وممكن اعمل ايه الشكل اللي احنا قلنا عليه. في اي استفسار على الجمله دي يا جماعه؟ في اي استفسار حاجه مش واضحه؟ نكتب كده. شكرا.